لا يزال التصعيد العسكري بين الحوثيين من جهة والتحالف العربي وقوات الحكومة اليمنية من جهة أخرى يتصدر المشهد في اليمن في ظل تزايد وتيرة القصف والاستهدافات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة. التحالف العربي في اليمن أعلن أن طائراته الحربية استهدفت مقر اللواء 19 مشاة في ضواحي مدينة العلياء بمحافظة شبوة الذي يستخدمه الحوثيون كمنصة لإطلاق الصواريخ البالستية على مناطق الحكومة اليمنية في شبوة. غارات تأتي بعد ساعات على انفجار ضخم هز مطار مدينة عتق في محافظة شبوة، تسبب بأضرار مادية كبيرة وحرائق دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وذلك بعد استهداف المطار بصاروخ بالستي من قبل الحوثيين وفق ما تؤكد الحكومة اليمنية. وجاء انفجار مطار مدينة عتق بعد ساعات على وصول قوات العمالقة التابعة للتحالف العربي إلى المطار وتمركزها فيه. وفي وقت سابق تسلمت قوات العمالقة عدة مواقع داخل مدينة عتق ومحيطها ومن ضمنها المطار، وذلك بعد طرد المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح الإخواني من المدينة. وكانت قوات العمالقة التابعة للتحالف العربي أحكمت قبضتها على ميفعة أولى مديريات محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، وبدأت الانتشار في مدينة عزان مركز مديرية ميفعة القريبة من محافظة أبين.